سمي لي شكل هندسي مربع. اذكر خدمة ما تحبش الماء تشوف زوجة يخدمها. ماسو. ما هي وسيلة النقل اللي يملكها شخص غني؟ ليموزين. واش هي الأشياء اللي تلوث البيئة؟ شكاير. واش تهدي الواحد يسافر بزاف؟ واش تهدي الواحد يسافر بزاف؟ حذاء. عجبتني الاخر. واش بيك؟ ما لقيتش معايا. واش تهدي الواحد يسافر بزاف؟ كنت نقول تذكار ومن بعد تذكار. واش تهدي الواحد يسافر؟ ماشي الصباط باينه. دوك نشوفوا بان لك ماكش وحدك، بانك 100 جزائري. وحدك. وحدك وحدك وحدك. واش هي الاشياء اللي تلوث البيئه؟ شكاير انا قلت. ماذا بكم ما تستعملوش الشكاير، استعملوا القفف كما رانا نستعملوه. مليحه للطبيعه. 27%. ما هي وسيله النقل اللي يملكها الشخص غني؟ ليموزين. اكيد. شي شابه انا ما تعجبنيش، كبيره بزاف. انا شخصيا ما تعجبنيش. غني. 17%. اذكر خدمة ما تحبش المرأة تشوف زوجها يخدمها. ما انا قلت ماسو انما عامل نظافة. لا انا قلت انت ماسو غلط. ماسو زعما. لا ما دوك نشوفوا 100 جزائر جزائرية في قسنطينة في بسكة في العاصمة في وارد. سمي لي شكل هندسي. مربع. المربع شحال راح يجيبك هذا المربع؟ المربع بالك مثلث ولا شكل؟ وين على بالي؟ ساهل المربع شوف ما فيش المربع ولا المستطيل. شفت ماشي المربع. علاش بالك المستطيل؟ تفضل. ولا الشبه المنحرف. دوك الاسئله حش تحك بالك. شوفي مازالك عندك شويه طريق. 25 ثانيه، خمس اسئله اللي حصلتي قولي لي نجوز ما تغيسيش. ايه ولا سمعتي هذه الاشاره نعاود. ما تنساي. بالربح ان شاء الله. سمي لي شكل هندسي. مثلث. اذكر خدمه ما تحبش الماء تشوف زوجها يخدمها. ميكانيسيا. ما هي وسيله النقل اللي يملكها الشخص غني؟ الطياره. واش هي الاشياء اللي تلوث البيئه؟ دخان تاع طوموبيلات. واش تهدي الواحد يسافر بزاف؟ طوموبيل. هذه تاع الطوموبيل ما فهمتيهاش. كان عندك الوقت. واش تهدي الواحد يسافر بزاف؟ قلت طونوبيل. طونوبيل. شحال راح تجيب لك هذه السياره؟ هذا الطونوبيل. لوجيكمون ما تخموش بزاف. حقيبه فاليزه حقيبه. الحقيبه كانت طوب اجابه. واش هي الاشياء اللي تلوث البيئه؟ هو هضر على الشكاير وانت يا دخان. دخان. الدخان يلوث البيئة. 100 الجزائري 12%. ما كنتيش بزاف بعيدة. كان قلتي المصانع. المصانع هي طوب إجابة. ما هي وسيلة النقل اللي يملكها شخص غني عنده الدراهم؟ طيارة. هو قالنا ليموزين. وانتي يا طيارة. الطيارة. اللي عنده طيارة. 23%. صح ماشي طوب إجابة. والطوب إجابة الباخرة. باخرة اليوت. أيه. هذوك الباخرة اليخت. على هذاك هو يا سعدو اللي عنده اليخت. أذكر خدمة ما تحبش المرأة تشوف زوجها يخدمها. ميكانيسيان ولا ماسو يعني خدمة شريفة ما على باليش. واش قالوا 100 جزائر؟ لا. طوب إجابة الحارس. هكذا واش قالوا 100 جزائري وجزائرية لكن مهنة شريفة. صفقوا على الحراس. كما يقولوا بالفرنسيصة يا با تسو ميتي. سمي لي شكل هندسي. مثلث. هذا المثلث مثلث برمودا. اسكو راح يجيب لكم طوب إجابة المثلث. على بالك وشنو؟ الدائرة. هاي يا عائلة بنسالة.